بداية الحقيقة أنا جيتها سانحة. أول شيء أتقدم بالتهنية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية على إنشاء اللي هي لجنة فض المنازعات، وحقيقة جهد تشكروا عليه، واللجنة اللي قامت بإعداد اللائحة شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق. لدي سؤالين حقيقة، سؤال مستر ويب وسؤال للأستاذ إبراهيم. مستر ويب، هناك الهيئة التحكيم الرياضي الدولية اللي هي كاس تنظر في القضايا اللي تحليها أو اللي يتقدم بها أي خلاف رياضي، هل هناك الأساس اللي تنظر فيه أو تبت فيه في القضايا اللي تعرض لها الأساس له الأنظمة الداخلية لكل اتحاد وطني، أم هي قوانين خاصة بمحكمة التحكيم الرياضية؟ خصوصا أنه هناك في احنا عارفين هيئات كثيرة دولية مثل اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة اللجنة الدولية أيضا لمكافحة المنشطات، فهني لما يتم البت في قضايا خاصة مثلا بالمنشطات أو خاصة بقضايا كرة قدم وآخرى، هناك في عقود وفي أنظمة ولوائح تنظم أو تحدد آلية فز المنازعات في كل بلد مثلا مثل ما موجود عندنا هنا في السلطنة، فهل لما تحال القضية للمحكمة التحكيم الدولية يتم البت بناء على اللوائح الخاصة بكل اتحاد وطني أو الهيئة الدولية مثل الوادة، أم وفقا للوائح خاصة توجد لدى محكمة التحكيم الدولية الكاس؟ هذا سؤال لمستر ريب. سؤال للأستاذ إبراهيم، حقيقة بعد ما عرضت لجنة الاحتكام في اتحاد كرة القدم هناك قرار أنه أحكام اللي تصدر أحكام نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها، لماذا الإصرار على أن الحكم يكون نهائي ولا تعطي الحق مثلا لأصحاب القضية أنهم يتواصلوا لمحكمة التحكيم الدولية، مع العلم أنه أغلب الهيئات الدولية بما فيها يعني مثل اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات وادا أيضا قضاياها توصل لمحكمة التحكيم الرياضي، فلماذا إصرار الاتحاد العماني لكرة القدم على أنه قراره من لائحة فضل منازعاتها ولا لجنة التحكيم تكون قرارها نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه؟ وشكرا. Thank you for your question. I think there are several answers because regarding the هناك عدة أجوبة بخصوص القانون المطروح. هذا يعتمد أولا ما يمكن تطبيقه، تطبيق قوانين الاتحاد نفسه على سبيل المثال مثل المنشطات، يمكن تطبيق قانون ضد المنشطات، قانون النشاط الدولي، لأن هذا قانون أساسي يشرح ليس فقط الإجراءات بل أيضا مختلف العقوبات التي يمكن فرضها أو طرحها. في الحالات الأخرى على سبيل المثال التعاقدات الكرة القدم الإقليمية، نطبق أولا قوانين الفيفا وفي ناحية المنازعات إذا كان منازعات دولية، وإذا كان نزاع وطني محلي يتم تطبيق اللوائح الداخلية للاتحاد الوطني في الدولة المعنية، وإذا كانت لا تكفي يمكننا تطبيق القانون الوطني في الدولة أو القانون المحلي، كما عملنا مثلا قمنا بتطبيق قانون التعاقد. أحيانا قوانين الاتحاد لا تكفي وبالتالي علينا أن نكمل التحليل من خلال فحص القانون الوطني، والإجراءات في كاس تحكمها كتاب صدر عن المحكمة، كتاب أخضر يمكن تعرفه، لأن هذا المستند يساعد المحكمين في عملهم والقيام بعملية التحكيم بالمحكمة الدولية. شكرا على السؤال. بداية يعني كنت منتبه جدا للبرزنتيشن، الله يعطيك العافية. مثل ما قلت إن في الاتحاد العماني لكرة القدم في جهازين للتحكيم، غرفة فض المنازعات واللي هي إجراءاتها جدا سريعة واللي تتعلق باللاعبين، قراراتها خاضعة للطعن أمام المحكمة الكروية. الجانب الثاني المحكمة الكروية أو هيئة التحكيم بشكل خاص، أنا ليش ذكرت إن قرارها نهائي؟ هي طبعا قرارها تخضع للطعن للكأس، لكن قلت لا تخضع للمراجعة، فقط لأن أقارن بلائحة اللجنة الأولمبية. لائحة اللجنة الأولمبية قرارات هيئة التحكيم ليست نهائية، تراجع من قبل المجلس الكروي أو اللجنة الرئيسية حتى تكون نهائية. قرارات المحكمين نهائية وتخضع للطعن أمام المحكمة أمام محكمة الكأس بالنسبة للمحكمة الكروية. واضح؟ لا كنت واضح أعتقد.
ما عليه ما نختلف، لكن هذا هو نص ال لا لا هذا النص لائحة المحكمة الكرية في عمان. شكرا استاذ ابراهيم. قبل ما ناخذ سؤال ثاني وما ما بقي لنا كثير وقت، بس كنت حابب مع الاذن من استاذ ريب لانه هو الخبير بهالصعيد شدد على نقطة بالنسبة للقانون المطبق في هالمنازعات. في أكثر وأكثر مقالات وهي حقيقة مش بس نظريات بتأكد على إنشاء قانون رياضي لكس سبورتيفا، مثل ما في قانون خاص للعلاقات التجارية مش ضروري تطبق قوانين محلية عمانية فرنسية، بتطبق مبادئ عامة دولية. وهذه المبادئ اليوم ما فينا نقول انه دارجة اكثر واكثر، بس موجودة، وخاصة على صعيد الاجراءات مثل ما استاذ ريب اكد في هالكتاب اللي بينشأ كل فترة كل سنة سنتين مع كل الاجتهادات وخاصة المبادئ الإجرائية اللي بتتطبق، وبيناتهم في مثلا مبدأ النسبية بين العقوبة والخطأ، وهيدا مبدأ فايت باللكس سبورتيفا يعني القانون الرياضي الدولي. سؤال ثاني ربما؟ سؤال ثاني؟ نعم استاذ تفضل. شكرا شكرا لمعالي الشيخ الوزير على هذا الدعوة. الحقيقة لماذا يتم تحصين قرار التحكيم؟ لماذا يتم تحصين قرار التحكيم؟ ليش ما تكون هناك المحكمة اللي أصدرت الحكم يطعن أمامها ابتداء حتى تتم الحيادية والشفافية، وتكون المحكمة الكأس هي الدرجة الأعلى؟ هذا هو الواقع. يعني القرارات متى حصل الشيخ؟ أنا كنت واضح جدا، أنا كنت فقط هدفي أن أعقد مقارنة بين الإجراء في ظل نظام المحكمة الكروية في الاتحاد العماني لكرة القدم ونظام التحكيم في اللجنة الأولمبية. قلت بشكل بسيط بالنسبة لهيئة التحكيم في لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية، قرار المحكمين ليس نهائي، يخضع للمراجعة من قبل الهيئة الإدارية بطلب مجلس التحكيم أو لجنة التحكيم. يعني في عندك يجب أنك تفرق بين شيئين، القضاة اللي يبتوا في النزاع والهيئة الإدارية. بالنسبة للجنة الأولمبية قرار القضاة ما يعتبر نهائي حتى تراجع الهيئة الإدارية. بالنسبة للاتحاد العماني لكرة القدم قرارات القضاء نهائية وتخضع للطعن أمام محكمة الكأس، واضح؟ فهي لا تتحصن. فللأطراف إذا حبوا إن والله يصعدوا نزاعهم للكأس فهذا حق مقرر لهم موجب نظام الأساس للاتحاد العماني. لماذا لا يتم الطعن في المحكمة اللي أصدرت الحكم؟ لأنها تكون سهلة للأطراف، يعني بدل إن ما يروح للكأس، يعني هناك إجراءاتها صعبة وصولها صعب. طموح جدا مشروع الشيخ، لكن أنت أدرى مني بواقعنا إن والله من الجيد إن يكون عندك هيئتين تحكيم في عمان، لكن أكون جدا صريح معاك، المحكمة الكروية في الاتحاد العماني انشأت في 2013، حتى الآن عدد المحكمين 12. أنت تعرف طبعا هذا لناس متطوعين بوقتهم لحل هذه النزاعات. إن شاء الله ليش لا، الطموح موجود عشان سلامة الحكم. طبعا عشان سلامة الحكم. هو الشيخ ان جانب الاستئناف، انت ممكن تستأنف الان وتروح للكأس، لكن انت اعتقد ان تتكلم ان ليش ما يوجد هذه الهيئة الاستئنافية في المحكمة الكروية. بالضبط. هذا طموح موجود، لكن امكانياتنا اعتقد ان زين هذا التجربة تنضج بداية، وبعد ذلك ممكن اضافة هذا اللجنة او جانب الاستئناف في المحكمة الكروية في الاتحاد العماني.
بالإذن بدنا نختم الجلسة إذا بتسمح لي فيه يستمر الحوار بعد الجلسة لأنه بعد في جلسة ثالثة بالإذن إذا بتسمح لي كان بدي نشكر بعد مرة أخيرة المحاضرين والأستاذ ريب أستاذ زياد أستاذ إبراهيم وشكرا لكم لوجودكم. اسمحوا لي أن أدعو الآن مدير الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات مؤتمر عمان الرياضي 2015 الأستاذ بدر الشيباني ليقدم المتحدثين المشاركين معه في الجلسة التي تتناول الإعلام الشبابي والإعلام البديل ودورهما في استقطاب الشباب نحو الأندية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن جئنا في خاتمة المشوار ولكننا سنكمل هذا المشوار مع علاقة جدلية وعلاقة طبيعية في ذات الوقت، علاقة الشباب بالرياضة. العلاقة الرياضة بدون شباب لا يمكن أن تكون رياضة، أيضا الرياضة بدون شياب بالمحلي لا يمكن أن تكون رياضة، لأننا أيضاً أمام شباب عقل وشباب تجربة لا بد أن تكون هي محور أساسي ورئيسي في العالم الرياضي. دعوني أتساءل بعض التساؤلات وأطرح بعض التساؤلات قبل أن أدعو ضيوفي على الطاولة ونستسلم لهم ولحوارهم وأحاديثهم، ولنبدأ بهذا التساؤل: ما هو واقع الإعلام الشبابي بكل فئاته مع الأندية، وما هو واقع شباب الأندية أيضاً في تسخير وسائل الإعلام بجميع فئاتها لخدمة أنديتهم؟ كيف يمكن أن نستغل أو تستغل الأندية الإعلام الشبابي والبديل؟ هل يمكن أن نجد إجابة اليوم؟ هل ممكن أن نجد تطبيق غداً؟ ربما كل شيء جائز في عالم اليوم ما دمنا قد اخترنا أن تكون هذه العناوين هي محور لمؤتمر بحجم مؤتمر عمان الرياضي لعام 2015. هل منشآتنا الرياضية وأنتم أدرى وأعلم مهيئة للعب بورقة الإعلام البديل؟ هذا سؤال. هل تختفي روح الانتماء للنادي لدى البارزين في استخدام الإعلام البديل؟ أم نحن أمام أزمة إدارات، وسامحوني في هذه الجملة، إدارات لا تفقه شيئاً في الإعلام البديل وأهميته ولا تقدر هذه الفئة ولا تضع ميزاناً لها؟ كلمة لا تفقه شيئاً قد تكون ضاربة قوية بعض الشيء، لكننا نسمعها من شباب اليوم، أصابوا فيها أم أخطأوا في هذه الكلمة؟ أيها الحضور، تبحث الإدارات عن الأرباح لأنديتها وتبحث عن ذلك في المشاريع الاقتصادية وغيرها، ألا تعتقدون أنه يمكن أيضاً أن نجد دخلاً في الإعلام البديل في الإعلام الرياضي شريطة تسخير الشباب لذلك ووقوفنا مع هؤلاء الشباب؟ هل تقوم وزارة الشؤون الرياضية أيضاً، سأكون صريحاً ومباشراً ما دمت قد تحدثت عن الشباب وأدنت الشباب والأندية كذلك، هل تقوم وزارة الشؤون الرياضية بدورها في هذا الجانب؟ بمعنى هل أعدت خطة مدروسة بدقة تقدمها للأندية لتفتح لها الطريق للاستفادة من الإعلام الرياضي والإعلام البديل؟
ولماذا تختفي حتى الآن على الأقل قناة رياضية متخصصة تطلقها وزارة الشؤون الرياضية على اليوتيوب؟ على الأقل هذه القناة تقدم الأندية بشكل جميل وبشكل رائع وبشكل أيضا يخدم هذه الأندية ويخدم الشباب ويستقطبهم، ويمكن أيضا أن تحقق نسبة متابعة من خلالها. يمكن أن ننطلق إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الاستفادة المالية من العوائد التي يمكن أن نحققها، ولا أريد من يقول بأنه لا يمكن أن نحقق عوائد، هذه كلمة أيضا مردود عليها. أخيرا، متى سنخرج من فكرين لا ثالث لهما في خدمة الأندية الرياضية وهي الألعاب والمنشآت التي تدر ربحا؟ إلى أي مدى يمكن أن نخرج من هذين الفكرين إلى فكر جديد يعيد العلاقة الطبيعية بين الشباب والأندية ويحقق أيضا عائدا لها؟ ومتى سأرى هذه الصورة؟ مغردين متخصصين في الشؤون الرياضية وخبراء لهم صفحات خاصة ينقلها إداري الأندية إلى شبابهم مباشرة ليستفيدوا منها، سواء استفاد منها هؤلاء الشباب أم لم يستفيدوا، ولكن قدمت لهم أنت ما يمكن أن يستفيدوا منه وقمت بدورك، لا تنتظر دور الشباب لوحدهم. معادلات ثلاث: وزارة الشؤون الرياضية، الأندية الرياضية، الشباب. عندما نجتمع على كلمة واحدة نقول بأننا نحتاج إلى خط متواصل بين هذه الإطارات الثلاثة لنستطيع أن نستفيد من الإعلام البديل والإعلام الرياضي والإعلام الشبابي. أترك التساؤلات طبعاً، وربما تجدون الإجابات مع المتخصصين الذين سينورون هذا الاستوديو وهذه الجلسة بعد قليل. الدكتور أنور بن محمد الرواس، أستاذ الإعلام السياسي بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. دكتور أنور، أهلاً وسهلاً بك معنا، تفضل. الدكتور يحمل شهادة الدكتوراه في الإعلام السياسي جامعة أكسترا المملكة المتحدة عام 97، وهو أستاذ مشارك بقسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جامعة ظفار ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك منذ عام 2003. له العديد من الأوراق العملية من ضمنها واقع ممارسة الإعلام العماني للحرية والمسؤولية الاجتماعية دراسة نقدية. وشارك الدكتور معروف في الندوات واللقاءات حول حماية المستهلك وحول الشباب وحول الإعلام في كل الإطارات. أوجه الدعوة أيضاً للدكتورة ريا بنت سالم المنذرية. الدكتورة ريا هي أستاذة مساعدة بكلية التربية من سنة 2011 إلى الآن في جامعة السلطان قابوس، ولها مشاركات كبيرة وداعمة بقوة للشباب، وكانت حتى وقت قريب نائبة رئيس اللجنة الوطنية للشباب، ولها مشاركات عديدة. اختارت اللجنة أن تتحدث فقط عن مشاركة واحدة لها، وهي ورقة حول دور اللجنة في دعم العمل التطوعي ضمن فعاليات ندوة العمل التطوعي الثانية بتنظيم من فريق خيوط الأمل التطوعي مع جمعية المرأة العمانية بمسقط عام 2015. قبل ذلك لها مشاركات عديدة. أيضاً بما أننا سنتحدث الآن عن أكاديميين سيقدمون لنا الصورة الرياضية والعلاقة بين الشباب والإعلام البديل وغيره، لدينا تجربة جميلة جداً يمكن أن نستفيد منها جميعاً، وهي تجربة الأخت علياء بنت علي بن حبيب الجردانية، صاحبة بكالوريوس صحافة وشهادة شهادة السنة التأسيسية من جامعة نزوة. خبراتها العملية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، النشر الإلكتروني وتغطية الأحداث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. شاركت في عدة معارض ومسابقات منها معرض ملتقى الإبداعات الطلابية الأول بعمل تطوعي. أرحب بكم جميعاً، وربما البداية ستكون مع الدكتور أنور ليشرفنا ويتحدث عن واقع ومحور الإعلام الشبابي والإعلام البديل ودورهما في استقطاب الشباب نحو الأندية. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أتوجه لمعالي الشيخ سعد الموقر وزير الشؤون الرياضية على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر، مؤتمر عمان
الرياضي لحفز وتشجيع الشباب على الانتماء للأندية وللرياضة وللشباب بشكل عام، واعتباره جزء من عملية الدعوة المستمرة للدولة من خلال الحكومة في الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي نعتز ونفتخر به دائما. وشكر موصول للجنة المنظمة لهذا المؤتمر على هذا العمل الرائع والترتيب الطيب، وذلك ينم عن المهنية العالية لهذا الفريق بقيادة الأخ فهد الرئيسي. خلوني أرجع شوية لوراء، أن الأخ هذا الأخ بدر متشدد شوية ودائما يحب أن يستفز الساحة كالعادة، بحكم أنه إعلامي بارز أفتخر وأعتز في زمالته لفترة طويلة بالإذاعة، وبالتالي استفزازه سوف أضيف لهذا الاستفزاز أكثر من حالة نود أن نناقشها جميعا. على العموم، إذا كنا نقدر للإعلام، فالإعلام هو ركن أساسي في التخطيط الاستراتيجي، ولكن من يستطيع أن يتفاعل مع هذا المفهوم هم الأشخاص الذين يدركون حقيقة أن الإعلام قوة مؤثرة في عملية التغيير بدءا من المنزل ومرورا بالمجتمع وانتهاء بالمنظمات والقوانين التي تتبعها أي دولة في العالم. طبعا إعادة تشكيل الأفراد أيضا جزء من هذه المنظومة الإعلامية. الرسالة الإعلامية لها واقع مؤثر في إعادة تشكيل الرؤى التي كان يحملها بعض الناس عن موضوعات كثيرة، وبالتالي هناك أبعاد كثيرة لابد من الوقوف عندها. دائما نقول أنه الكلمة أخطر من الرصاصة. الرصاصة يعني واقعها معروف وآليتها معروفة، ولكن الكلمة تظل قائمة وموجودة وتبنى عليها أشياء كثيرة. في ما يتعلق بواقعنا الإعلامي في عمان، نحن نمر الآن بمراحل متقلبة متغيرة متجددة، وهذه مسألة طبيعية جدا وعلينا أن نتفاعل معها وأن نكون أيضا طرفا في هذه المعادلة لنحقق هذا الإنجاز ونحقق هذه الأرضية التي انطلقنا من خلالها في عام 1970 بقيادة مولانا جلالة السلطان المعظم، الله يعطيه الصحة والعافية ويتمم عليه يا رب العالمين، بأن نكون أيضا رؤى متجددة في البعد الوطني وفي البعد الإنساني وفي البعد الفلسفي القائم على آلية وقاعدة قوية ومشهورة وهي قاعدة الحوار. أيضا الإعلام عليها أن يخلق ثقافة جديدة أيضا في خضم هذا العالم المتعولم واللي فيه يعني يجسد رؤى وأيديولوجيات مختلفة، وبالتالي لابد من الانتباه لهذا العمل. طبعا الإعلام له دور قوي في تشكيل الرأي العام. كيف يشكل الرأي العام؟ لابد أن تكون هناك قضايا موجودة على الساحة، ونعتقد قضايا الأندية كثيرة، أولا بين بعضهم البعض وبعدين بينهم وبين الاتحاد، ومن ثم تأتي هذه الوزارة اللي أيضا يعني وضعها صعب في الإطار الدولي والقانوني أن تتعامل مع هذا الجانب. اللهم وسيلة الإصلاح والحوار، واللي هي تعتمد دائما، ونعتقد أنه هذا المؤتمر جزء من منظومة الوعي التي يفترض أن تكون لدى الأندية وإداراتها، وبالتالي أيضا عامل مهم أن نتعلم وأن نكون ونفهم آلية التقاضي وآلية فهم الرؤية المستقبلية للرياضة في عمان. طبعا خلوني أقول لكم أن أنا أعتبر وسائل أو الشبكات أو وسائل الإعلام الجديد هي السلطة الخامسة.
لدينا ثلاث سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، ولدينا سلطة رابعة وهي سلطة الصحافة، وهذه السلطة الخامسة هي سلطة وسائل الإعلام الجديدة بما تحويه من تطبيقات ومن آليات ومن قوة أيضا في خلخلة واقع المجتمع. تجد أن المجتمع بعض الأحيان يتراءى لك بأنه هو قوي جدا في تركيبه، في تركيبته وفي وعيه وفي إدراكه، ولكن هو تجده فيه نوع من الاهتزاز أيضا بالعمق والهوية والثقافة، فتجد هناك خلل في المفاهيم. نعتقد أنه شبكات التواصل الاجتماعي أحدثت ثورة قوية وفاعلة ومؤثرة، وقلبت أيضا حتى قولبت أفكار المجتمع المحلي. يعني إذا كنا نتكلم عن بلدنا، أنه فعلا صار هناك من يرجع ويتراجع، وصار هناك من يتقدم ويفهم بأن هذه شبكات التواصل إلها تأثير قوي جدا للغاية. وهناك مفاهيم، إذا كنا نعرف أن هناك الترند وهو مصطلح يستخدم في تويتر عندما تصل إلى آلاف مؤلفة وبالسرعة الممكنة والفائقة، هذا الموضوع أو الهاشتاج ممكن يأتي في مراتب متقدمة في العالم كله. إذن علينا أن نحرص وألا نتكاسل وألا نشكك في هذه الشبكات أو التواصل الاجتماعي، لأنها فعلا سلطة خامسة ومؤثرة حتى على مستوى رؤساء الدول والحكومات. يستخدمون الفيسبوك والتويتر، لديهم صفحات ويتفاعلون مع أفراد مجتمعاتهم ومع القوى والعالم عندما يريدون أن يوجهوا رسائلهم. المؤسسات الإعلامية أو القنوات الإخبارية أيضا تحاول أن تبحث عن مصدر، قال فلان أو قال رئيس الحكومة على صفحته على الفيسبوك، إذن هو قال شيء، بالتالي هو هذا مصدر حقيقي في هذا الجانب. وهي مسألة أنه لازلنا يمكن نحن نعيش بعضنا الإعلام التقليدي المتدرج، اللي يفترض أن نتخلص من الآن فكرة التدرج إلى فكرة المهنية، وهي الأساس في عملية الارتقاء بما هو مكون داخل هذا الوطن، لأنه أشياء كثيرة موجودة، ولكن الإعلام بحاجة أن يعطيها مساحة أكثر ويطور أيضا من آلياتها. مجتمعنا مهما كان الأمر يتكلم في التقنية ويسعى كثير، ولكن لازال يتمسك بخيط التقليد والعادات وكذا. هكذا هو نمط، إن كان من الحكومة، إن كان من الإعلام، أو من المجتمع نفسه. ليس لدينا فكرة الإقدام وتحمل هذه المخاطر، وبالتالي هناك مغامرة قد تكون صعبة في البداية، ولكن نجسدها بأرضية قوية عندما نعتز ونفتخر بحضارتنا وبهويتنا وبواقعنا، وألا يزحزحنا أحد من واقع هذا اللي نعيشه. نمارسه عندما يقول لدينا حضارة، كيف نمارس؟ والله لدينا حضارة، أوكي مارسها، وشيء طبيعي أنك أنت ممكن تستعيد البعد الوطني. تعرفوا أنه أكثر شيء في استخدام شبكات الاجتماعية النشطين، تأتي منطقة أمريكا الشمالية في المرتبة الأولى بنسبة 56%، تليها أوروبا بنسبة 44%، بينما تحتل منطقة الشرق الأوسط المركز التاسع ب 24%. الفيسبوك من أشهر المنصات الاجتماعية وأكثرها شعبية من حيث عدد المستخدمين النشطين، يعني وصلوا فوق 1,184,000,000 مستخدم. التويتر 288,000,000 مستخدم. اليوتيوب تجاوز 1,000,000,000. هناك قنوات الآن على اليوتيوب يجسدها الشباب ويعملوها بأنفسهم. لا يعني ما تستطيع أي حكومة بأي قانون أن تضع له رقابة، لأنه هذا اليوتيوب شبكة من الشبكات التواصل الاجتماعي ومتاح لأي واحد. أنتم بتعرفوا والله نستاهل، بتستمعوا لها وبتشوفون وبتعرفون أنه هناك جيل قادم يأتي بهدوء، زحف بهدوء، زحف يعني يبلغ رسالة بأن على الإعلام الرسمي، خلينا نتكلم عنه، أن يجدد أيضا من طريقة التفكير والآليات، وأن يعمل
يعني أن ينتهي الصورة مختلفة في هذا الواقع. في دراسة أيضا أنه 65% من طلبة جامعة السلطان قابوس يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب، تجاوز 1 مليار الفيسبوك واليوتيوب أيضا من اهتمامات طلبة جامعة السلطان قابوس. نسبة الشباب الخليجي خلينا نسميها، بعدين بجي على يعني نقطة مهمة ورئيسية وأتمنى أن الجميع ينتبه لها. نسبة الشباب في التركيبة السكانية الخليجية 67%، الفئة بين 15 إلى 40 عام ونسبة وصلت إلى 45%، هذا على المستوى الخليجي. تتعرف في عمان اللي عمرهم أو سنهم 14 سنة كم عددهم حسب الإحصائيات؟ فوق 700,000. هذه الفئة، هذا الرقم بنتكلم عن الفئة العمرية 14 سنة فقط، إذن هم يشكلوا إيش؟ 35%. هذا النسب، هذا المرحلة والفئة العمرية 14 سنة يمثلوا في التركيبة السكانية العمانية 35%. ناهيكم لو قلنا بعدين 15 و16 وهكذا. فهي مسألة كيف نهتم بهذه الفئة وبهذه الشريحة وكيف نتعامل معها وما هي الأطر والأساسيات، ولا نفكر نحن في سن مرحلة معينة عاصرنا مرحلة النهضة بعز وبافتخار وبجدية وبعمل وبانتماء وبوطنية، ولكن وجد الآن جيل مختلف. هل نتعامل بعقلية كيف كان أبي، أما نتعامل بعقلية مختلفة بأن هناك تصور، هناك مرحلة أحافظ على الهوية؟ نعم، هويتي حافظ عليها وجسدها من خلال واقعنا ومن حديثنا ومن خلال السبل وكل ما يترتب على ذلك، ولكن أيضا لا ندير ظهورنا للواقع الجديد والعصر. هو الآن يسمى الجيل الآي تي أو الجيل التقني، هذا جيل مختلف أنتم تتعاملون معه حتى على مستوى منازلكم وبيوتكم. أنا أتعامل مع طلبتي أيضا بالجامعة وأشعر بهذا الشيء وأشعر بالتفكير. قليل من يقرأ الآن، قليل من لأنه يجد نفسه في هذه الساحة، لأنه البدائل الموجودة، يستمع إلى الأخبار، تأتيه الأخبار المتلاحقة والمتسارعة الآن وفي تطبيقات تقدم هذه الخدمة. بالتالي على المؤسسات الإعلامية الموجودة أن تبحث عن البدائل، مثل ما تبحث الحكومة الآن عن بدائل للنفط. عندما كان 115 دولار ما حد فكر في البدائل، لما نزل إلى 40 فكرنا بالبدائل. مقالات السلطان الله يعطيه الصحة والعافية من زمان، من الثمانينات يقول هذا الكلام. علينا أن نعمل الآن، نضع الآليات ونشتغل، وألا يعني نراهن بأن الأمور حتكون يعني في ما كانت في السابق. أنا أعتقد أنه هذا درس، ودرس علينا أن نتعلم منه، سواء كان على مستوى البدائل النفطية أو حتى على المستوى البدائل المتاحة الآن موجودة الإعلامية. وبالتالي على الكل أن يبحث عن رؤية جديدة في عالم متجدد متغير متقلب، ما تعرف إيش اللي من أيديولوجيات يحملها. انتبهوا، هناك أيديولوجيات كثيرة. وأنتوا تفكروا، أنا عامل دراسة عن كرئيس فريق، بخبركم بس على مستوى محافظة مسقط من مسندم إلى ظفار، عينتي 8,000 من الصف الأول ابتدائي لين الصف يسمى الثاني ثانوي أو الثاني عشر. أنتم ما عاد فيها مراقبة، لا الأهل بيراقب ولا أحد عنده فرصة أنه يراقب ولا أحد عنده شيء. الكل لا، بالعكس، عنده تلفزيون بغرفته، عنده آيباد، عنده الأجهزة الذكية من 1 و2 و3، الأسر بتوفرها، وين بتراقبوا؟ أنتم يلا تخلصوا أنفسكم وتراقبوا بعضكم البعض. مسألة مختلفة، كيف بتواجهونها أنتم الآن بطريقتكم، لأنه الأشياء الأمور متاحة. وأنا ضد فكرة الدولة أن تراقب ولا الحكومة أن تراقب، كل يراقب نفسه بنفسه وكل يعالج نفسه بنفسه وكل واحد يتحمل مسؤوليته بنفسه. الأمور متاحة وميسرة، والقوانين والأنظمة هي التي سوف تعالج. مرجعيتنا النظام والقانون وهو الأساس. ما حد بيجي يربي حد في بيوته الآن، كل واحد مربي ويربي اللي موجود في بيته.
يستخدم الطفل العماني، هان متكلم عن هذه الدراسة في محافظة مسقط للإنترنت، نسبتهم تعرفوا 93%. أخذت 6 ولايات، 42% من عينة الدراسة لديهم صفحة على الفيسبوك. بعدين يجي موقع جوجل بلس، وفي المرتبة الثالثة 22% تويتر. في اهتمامات جديدة، في أمور كثيرة ما نستطيع أن نغلق الباب أمام المجتمع الآن والتحول اللي موجود. أنتم بتتكلموا كأندية عندكم مشاكلكم، بعدين أنا رياضي من السبعينيات بعدين، فهي المسألة أنه تتكلموا والله اللي كنا في زمان في السبعينيات وبداية الثمانيات والله العظيم كنا متماسكين ونشتغل ليل نهار، ولا ندور على هذا عنده مشكلة، ولا أبحث له عن فتنة، ولا أبحث له عن مشكلة، ولا اختلق أي مشكلة. أعمل بما يسر لي في هذه المرحلة وبالإمكانيات المتاحة. الآن بدأت هذه الأمور، كل واحد يريد يبرز، والله يساعد الجميع إن شاء الله، والله يوفق الجميع. تفاعل الطفل الآن صار مع اللغة الأجنبية شيء طبيعي، لأنه عنده المعطيات، عنده المعلومات متاحة، في يعني يحاول أن يستخدم مفردات اللغة الأجنبية واللغة الإنجليزية، نحن نسميها الفرانك عرب، الكتابة العربية بأحرف وأرقام أجنبية. أنا لو أقول لكم يعني شغلة، يعني حاجة معينة، والله أني أنا تفاجأت بعض الأحيان أنه ابني في قبل سنوات، يعني أنه في شفت التكست اللي عنده بتليفونه لغة أنا ما أفهمها، أرقام معينة وكذا، قلت له تعال هذا إيش من لغة؟ قال نحن نفهمها مع بعضنا البعض. انتبهوا، والله ما ندارين بشيء حتى لو كنا متعلمين، في لغة جديدة، في نمط جديد في المجتمع، ولكن لن تستطيعوا إيقافه، وما أنصحكم توقفوا، أنصحكم بأن تتفاعلوا وتتعاطوا مع هذا الجيل، لأنه جيل مختلف، جيل يسبقكم بعشرات السنين، يكون في علمكم في الفهم والإدراك والإحساس وأيضا المضمون في أشياء كثيرة. طبعا الثقافات الأخرى متاحة لا يمكن الآن الحد منها. في أعطيكم مثال على مملكة السويد، بدر كيف بعدني يعني دقيقتين ثلاث، زين شكرا. في مملكة السويد في 2012 في دراسة، عدد سكان السويد 9,400,000، اللي يستخدم الفيسبوك 4,500,000، 3 مليون يستخدمونه بشكل يومي. إذن هذا عالم جديد، عالم خلاص، يعني ما أنك أنت تستطيع أن تقول لا أنا سوف أعمل. أنا أنصح وزارة التربية والتعليم تعطي آيباد لكل طلبة المدارس، على الأقل تنمي فيهم شيء. إعادة التربية الوطنية مهمة جدا، السلام السلطاني مهم جدا في مدارسنا وفي بيوتنا وفي كل أمورنا. أنا أنصحكم أنه على الأقل نعمل شيء بهدوء، نعمل شيء أن نحن نقول أنه والله نحن صرنا عالميين وأمميين، لا، أعملوا في إطار الجانب الوطني، ولكن لا تعطوا أهمية كبرى، ولكن اسكبوا الماء، دعوا الماء، لعل وعسى من التقط هذا الشيء ويحاول أن يجسده بطريقة وبهدوء. الدراسة أوصت يعني أوضحت 10 أسباب لاستخدام الفيسبوك: 88% للحفاظ على التواصل، 83% للحفاظ على التشابك طبعا، و 77% لقراءة التحديثات المهمة، و 96% وهكذا أيضا للطلاع، 63% للطلاع على صور المستخدمين، ل 63% أيضا لمعرفة ماذا يفعل الأصدقاء القدامى. إذن هذه نوع من عملية التشابك والتواصل مع بعض مع أفراد وأقرانه في مختلف أنحاء العالم. الآن صديق لك يعني من 30 سنة ما شفته، تستطيع سبحان الله يأتي حتى صورته على الفيسبوك وتلتقطه، إنه من 30 سنة هذا الإنسان ما عرف عن أخباره، أصبح الآن واقع وموجود. وأنا كثير تعرضت لهذا، في ناس كثيرين أصدقاء قدامى في مختلف أنحاء العالم، بالتالي التواصل معهم الآن أصبح ميسر. في الخلاصة، عادة التنشئة الاجتماعية في أي مجتمع تأتي من القمة إلى القاعدة، من الوالدين إلى الأطفال.
الآن ما عاد صارت. وهذه الدراسة اللي عملناها أثبتت أن هناك عملية تفاعلية من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة بقبول الأسرة. تعرفوا أننا حتى عملنا على أولياء الأمور المربين الأساتذة حوالي 2000 عينة الدراسة. يقول لك أنا أستفيد من ابني، بدأت أفهم، بدأت أن أعطي ابني ثقة أنه يجيب لي المعلومات، وأحسسه بهذا الأمر. صار في نوع يعني الأب صار يساهم في هذا الجانب. الآن داخل الأسرة الواحدة أيضا في مشكلة، يعني الأخوان والأخوات اللي واحد في غرفة هنا وغرفة الثانية هناك صاروا يتراسلوا مع بعض، وإذا يريدوا يتآمروا على الوالدين يعملوا رباطية ويستخدموا كل المنافذ ويقدموا الطفل الصغير أقل واحد على فوهة المدفع لإقناع الوالدين بالحصول على المبتغى. في نوع من عملية الممارسة والترتيب المنظم أكثر منا نحن اللي ما كنا نعرفه. كنا يعني تربينا في إطار معين، أن لكن الحمد لله هي مرحلة كانت تتطلب أن نكون في هذه المواقف، ونسعد بهذا التطور ونعتز فيه لأن كنا جزء من هذا التطور اللي قاد مسيرته جلالة السلطان الله يعطيه الصحة والعافية، وأصبحنا جزء من هذه المنظومة. والآن هناك أجيال قادمة علينا نتفاعل ونتعاطى معها في إطار من احترام الذات ومن احترام العقل ومن احترام أيضا الآراء المطروحة. يعني نهذب أنفسنا، أي نعم فيما نكتبه، نرتقي فيما نطرحه، ولكن علينا ألا نقلل مما يكتب على مستوى الإعلام البديل. حفظ الله عمان وطنا وقائدا وشعبا، وإن شاء الله ننتظر أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا إذن للدكتور أنور على هذه الدعوة إلى الجرأة على تغيير الواقع، وليس التجرؤ لتغيير الواقع. هناك من الشباب من يفهم بأن مشاركته المجتمعية هي التجرؤ على الواقع، ولكن الحقيقة يجب أن نتجرأ على الواقع بالأفكار المهنية، بالأفكار التي يمكن أن تخدم هذا المجتمع. لا يعني أن قول دكتور أنور بأن علينا أن نتفاعل، لا نوقف هذا التيار الإعلامي البديل، بل نتفاعل معه ونندمج معه. أن تتوقف إدارات الأندية أيضا عن هذا الاندماج، يعني ولي الأمر فقط هو المسؤول مثلا؟ لا، لابد أن تكون هناك روح تكاملية في هذا الجانب. بالأمس كنا كأندية نؤسس لفكر ما، اليوم نحن مطالبون ليس بتأسيس الفكر وإنما باحتضان هذا الفكر وضمان استمرارية هذا الفكر، لأن الأمور تأسست خلاص، انتهت مسألة التأسيس، تأسست الأمور. يجيك واحد اليوم كما ذكر الدكتور يمكن صف الثاني الثالث ابتدائي ويوقفك على زاوية في المسائل الإلكترونية وفي الأفكار التي يمكن أن غزت هذا العالم وليس يمكن أن تغزو هذا العالم. سأفاجئكم بشيء جديد ربما، لا أدري. أريد سؤالاً الآن للدكتور أنور ثم أكمل هذه المحاضرات مع المحاضرين الموجودين. أريد سؤال واحد فقط مختصر للدكتور، تفضل يا أختي الكريمة، للدكتور أنور. ودكتور أنور أيضاً يكون لا عليك أستاذ نعيم، سيكون سؤال الآن ولكن الأسئلة فيما بعد ستكون مفتوحة. وباختصار أيضاً دكتور أنور إجابة على تساؤل الأخت التي ستسأل الآن هذا السؤال، أتمنى أن يكون سؤالاً صارخاً قوياً لا ما ملغمه لا لا تفضلي. نسمعك تشتغل. مساء الخير جميعا. طبعا أول شيء مشكور على الكلام، مع أن أعتقد أن الكل كان يعني الكل واعي لهذا المشكلة اللي احنا نعاني منها. استوقفتني كلمة قلتها دكتور، أنت لديك حضارة فمارس هذه الحضارة. قلت
كلمة بشكل مستعجل كذا وانت تلقي المحاضرة، أنت لديك حضارة، إذا مارس هذه الحضارة. أعجبتني الكلمة، ولكن يعني طول ما أنت تتكلم وأنا أفكر في الكلمة. عندك الجيل الجديد ما يعرف إيش يعني حضارة. أنا عندي إخوان توأم 9 سنوات أعاني معاهم، لأن أنا الأخت الكبيرة الحين، فكيف أتعامل مع هذيل الأطفال؟ هم طفلين وأنا بعدني ما عندي أطفال يعني، فعارفة كيف المعاناة، والله يعين الأمهات والآباء. بس الحين الجيل الجديد مع التطور الرهيب اللي حاصل، غير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عندك اللي هي ألعاب الفيديو، البلاي ستيشن، جيم بوكس، كل هذه الأشياء تلوث تفكير الطفل. فأنا أريد منك بس تعطيني صور ممارسة هذه الحضارة، وكيف ممكن تعلم الجيل الجديد الحضارة، وإيش هي عمان وإيش هي التقاليد. إحنا ما ممكن نمنعهم عن كل هذه الأشياء. تمنيت في صميم الرياضة علاقة هؤلاء الأطفال بالرياضة. لحظة جاية على الموضوع. لا تعالي بسرعة أحسن. تمام. أنا بالنسبة للرياضة، كيف أنا ما أعرف هل هو السؤال بيكون صحيح للدكتور ولا للمختصين في مجال الرياضة. اطرحي ممكن. إحنا كيف ممكن الحين أنت صدمتنا بأرقام اللي هي عندك 35% من عمر 14 سنة. 14 سنة عمر يعني صعب جدا في عمر الواحد. فسؤالي للمختصين في وزارة الشؤون الرياضية، وش هي البرامج لهذه الفئة وخاصة الإناث؟ طيب، شكرا. شكرا جزيلا لك دكتور، تفضل. شكرا. والله اللي عنده حضارة 5000 سنة أعتقد أنه ما يدير ظهره للواقع الآن والمستقبل. الحمد لله عندنا واقع تعليمي موجود، وأيضا قوانين موجودة، وطريقة التعامل مع الأسرة يجب أن تكون برؤية مختلفة. لدي حضارة، لدي ثقافة، لدي إرث أعتز فيه أيضا. هذا الاعتزاز وهذا المكنون ما يخليني أنا أخاف من المجهول أو من المستقبل، بل بالعكس أغامر، ولكن مغامرة تكون في إطار من الوعي والإدراك، لأنه لا نستطيع إيقاف هذا المد التقني القادم بكافة الوسائل المتاحة وبالتطبيقات التي نراها مستمرة. تعرف الآن الحكومة نفسها تستخدم هذه التطبيقات. يعني هذا الرقم اللي أنت جبتيه، اللي قلت يعني أنا قلت 14 سنة 35%، هذا منشور موجود في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. هذا ما في شيء متخبي، بس هي المسألة إنه كيف نبحث، كيف الأجهزة تبحث عن هذا الأمر وتعالج. أنا أتفق معك، دور وزارة الشؤون الرياضية، ليش ما تكون وزارة الشباب والرياضة مثلا، حتى يعطى لها هذا البعد وهذا الاهتمام وهذا الجانب، حتى تستقر أنه ما تركز لكل عرفة كعنوان أنه والله الشؤون الرياضية مهتمة بالأندية وما شابه ذلك. هي مسائل أخرى، كيف تهتم وزارة التربية والتعليم، كيف تهتم الجامعة، كل المؤسسات. رقم مو مسهل، أكثر من 700,000 في سن 14 سنة، ما يعني ما هو مذكور حتى ذكورا أو إناثا يعني. وأنا أتفق أنه أين واقع الفتاة في هذا الجانب. هذا جيل مراهق، جيل تواق لخوض المغامرات. طيب دكتور، كيف أتفاعل معه؟ شكرا. شكرا جزيلا لك. لا، نأخذ سؤال واحد بعد كذا بيكون المجال مفتوح، لكن الآن دعونا نتابع الدكتورة ريا المنذرية في محاضرتها، وأتصور أنها أيضا ستكون محاضرة في صميم الشباب كونها قريبة جدا من الشباب، كما كان الدكتور أنور في صميم الإعلام، سواء كان البديل أو التقليدي كما سمى. تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي الموقر وزير الشؤون الرياضية، أيها الحضور الكريم، شباب عمان المخلصين من أقصى السلطنة إلى أقصاها،
أحييكم بتحية الإسلام الخالدة مرة أخرى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً حقيقة أنا لا أدري ماذا سأقول بعد أن تحدث أستاذي الدكتور أنور الرواس. هنالك مثل يقول يعني إذا حضر الماء بطل التيمم، فأخشى أن أكون قد بطلت الآن بعد وجود الأستاذ أو الدكتور أنور الرواس. بداية أشكر وزارة الشؤون الرياضية على تنظيمها لهذا المؤتمر القيم وعلى دعوتها الكريمة للحضور اليوم للاستفادة منكم في حقيقة الأمر وليس للإفادة. ولا يفوتني أيضا في هذا المقام حقيقة أن أهني السلطنة بالعودة الكريمة لوالدنا وقائدنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأدام عليه نعمة الصحة والعافية. القل قميص ورد لي بصري تتنفس العينان بالنظر، إني رأيت الشمس بازغة والسحب تبدي رغبة المطر، يا أرض قومي والبسي فرحا قابوس ألقى بردة السفر. بالنسبة إلى موضوع اليوم طبعا سيتحدث عن حقيقة يعني مسألة مهمة جدا باتت تؤرق المجتمعات ككل، وأيضاً لدينا في السلطنة هذا الهاجس في مسألة ربط الشباب تحديداً بشبكات التواصل الاجتماعي، ودائماً حقيقة ما ينظر يعني للشباب على أنهم قضية. وأنا أقول حقيقة للأسف أن تكون النظرة هذه هي السائدة للشباب تحديداً، فعلينا دائماً أن نغير هذه المسألة ونحاول أن نوجد علاقة إيجابية ما بيننا نحن وبين الشباب، على اعتبار أنهم في حقيقة الأمر ثروة ينبغي أن تستثمر وليس فقط مجموعة قضايا. في ورقتي هذه أو في موضوعي هذه هنالك بعض المنطلقات عنونتها بأما قبل. المنطلقات هذه ترتكز في مسألة أولاً أهمية التفاعل الاجتماعي مع الطرف الآخر. بعيداً عن موضوع شبكات التواصل الاجتماعي، نحن نحتاج أساساً إلى التفاعل الاجتماعي مع الآخر. من الصعب أن نحصر أنفسنا في دائرة أنفسنا فقط ونستمع إلى أصوات أنفسنا. في هذه الحال لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، لا بد مع التعاطي مع الآخر حتى تتشكل أفكارنا، تتبلور رؤانا، نستفيد أيضاً مما يدور في خلجات أذهان ذلك الطرف من أفكار ورؤى وطموحات حتى نوجد نقاط الالتقاء فيما بينها. وشبكات التواصل الاجتماعي أساساً والتطور التكنولوجي بشكل عام معتمد على هذه المسألة، كيف يوجد قنوات حديثة للتفاعل الاجتماعي مع الطرف الآخر على اختلافاً أو بشكل مختلف مع الوسائل السابقة النمطية التقليدية التي تعودنا عليها. الدكتور أنور الرواس تحدث طبعاً عن كثير من الإحصاءات حقيقة، ولا أعتقد بأنني سأقدم جديداً في هذه المسألة، لكن من واقع القراءات المتأنية في هذه الإحصاءات وارتفاع عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، أعتقد بأننا ينبغي أن نلتفت في مسألة أهمية التفاعل معها، كيف نتعاطى مع هذا الواقع بإيجابية تامة بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، وإلا لوقعنا فيما يسمى بالأمية التكنولوجية. الأمية الآن ما عادت تحصر فقط في دائرة عدم القدرة على القراءة والكتابة، أصبحنا الآن أيضاً بحاجة إلى أن نتفاعل مع التكنولوجيا المستجدات الحادثة في عالمنا حتى لا نكون أميين. الشباب أيضاً ينبغي أن ينظر إليهم كما قلت على أنهم ليسوا مجرد قطاع وحسب، هم ثروة للوطن، هم منطلق أساس للتنمية الوطنية، ولا بد أيضاً أن تترجم هذه المسألة ترجمة عملية. لا ننادي فقط بهذه الأمور بشكل تنظيري، بل ينبغي أن نفعلها عملياً سواء في دواخلنا نحن كشخصيات في التعاطي مع هؤلاء الشباب أو على مستوى المؤسسات أيضاً. كيف نقترب من هؤلاء الشباب من أفكارهم من اهتماماتهم أيضاً ميولاتهم حتى نستطيع أن نتفاعل معهم بالطريقة التي ترضيهم هم وتواكب أيضاً طموحاتهم. أما بعد طبعاً هذا الموضوع سيتناول بشكل سريع فقط بهذه النقاط. مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي أتوقع بأنني لن أعرج عليه كثيراً، هذا يعني أعتبره من المسلمات، وبالتأكيد أنه استعرض في الجلستين السابقتين
سأتحدث عن علاقة الشباب بشبكات التواصل الاجتماعي أيضا من خلال بعض الإحصاءات، الآثار القيمية والفكرية لهذه الشبكات على الشباب، مستوى استخدام الشباب العماني على وجه التحديد لهذه الشبكات، ومظاهر أيضا مشاركة الشباب العماني في شبكات التواصل الاجتماعي في القضايا المجتمعية تحديدا، وهذا من واقع تجربة شخصية ومطالعة المتواضعة فقط وتفاعلي مع الشباب في هذه الشبكات. وسأقدم بعض النقاط التي أقترحها حقيقة علينا نحن جميعا على مستوى الأفراد أو المؤسسات. طبعا هنالك يعني تعريفات متعددة لشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنها في مجملها تلتقي في نقطة أن هذه الشبكات تعتبر عالما افتراضيا جاذبا لكل من يحاول أن يعبر عن رأيه، وكأنه متنفس رحب لهذه المسألة. وطبعا شبكات التواصل الاجتماعي باتت من المجالات أو العوالم الجاذبة لفئة الشباب تحديدا، وهذا ما نلمسه حتى في واقع حياتنا اليومية بعيدا عن قضية الإحصاءات. أما عن علاقة الشباب بشبكات التواصل الاجتماعي، كثير من الدراسات حقيقة أكدت هذه العلاقة، ومن خلال أيضا أرقام بعينها. بعض الدراسات أكدت على أن الشباب يعتبروا من أكثر الفئات وجودا أو حضورا في مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي أيضا من بين قد يكون ميزاتها بالنسبة إلى الشباب على أنها لا تجبرهم على لغة بعينها، يستطيعون حتى أن يتفاعلوا مع الآخر من خلال أيضا لغتهم المحلية العادية بعيدا عن اللغة الرسمية. دراسة مثلا في الأردن أكدت أن نسبة استخدام الشبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للشباب ارتفعت بنسبة 93.7% من المجتمع الكلي للشباب الأردني في الأردن. هنالك دراسة أخرى أيضا في فلسطين أكدت على أن 96.6% من عينة الشباب أكدت أن نسبة مشاركتهم في القضايا المجتمعية ارتفعت بفضل شبكات التواصل الاجتماعي. هذه دراسة أخرى أيضا نشرت في تقرير واشنطن بوست في سنة 2012 تحديدا، تؤكد أيضا على أن الشباب حقيقة يعني ساعدتهم شبكات التواصل الاجتماعي على أن يؤثروا في القضايا المجتمعية في بلادهم من خلال أو في مجتمعاتهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. هنالك بعض النسب المطروحة وركزت على طبعا الدول العربية تحديدا ومن بينها السلطنة. ولمن يقرأ هذه الأرقام أو النسب قراءة متأنية يستنتج بالفعل أو يتأكد في أن الشباب أصبحوا أكثر قدرة على مناقشة قضايا مجتمعهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها فتحت مجالات واسعة للتفاعل ليس فقط في داخل المجتمع المحلي وإنما أيضا على مستوى العالم ككل. بالنسبة للآثار القيمية والفكرية، طبعا هي أيضا أصبحت من المسلمات، شبكات التواصل الاجتماعي حقيقة باتت مجالا كما قلنا واسعا للحصول على الكثير من المعلومات والمعارف. في تقرير الشباب والتوطين المعرفة الذي صدر في ديسمبر تحديدا سنة 2014 الميلاد، أكد على غلبة الجانب التقني وهو الإنترنت والتلفاز تحديدا على نمط الحياة اليومية لدى الشباب. يعني هذه تعتبر من الوسائل الإعلامية أو التقنية الأكثر جذبا للشباب، وهذا يؤكد طبعا العلاقة القوية ما بين الشباب وشبكات التواصل الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي فتحت مجالا للحصول على المعلومات، على المعارف، على الأفكار، يعني ساعدت على تكسير الفجوة ما بين هؤلاء الشباب وبين الطرف الآخر على مستوى الأفراد أو المؤسسات والمجتمع ككل، وساعدتهم على نشر المستجدات العلمية. أيضا شبكات التواصل الاجتماعي بما أنها تفتح المجال للتحاور ما بين الشباب وبعضهم وبعض أو بين الأطراف الأخرى، بطبيعة الحال ستكون سببا أيضا في استقطاب الكثير من الأفكار، لدرجة أن يعني نسبة أيضا لا يستهان بها من الشباب حقيقة تغيرت أفكارهم كثيرا وقناعاتهم سواء بالسلب أو الإيجاب بفضل شبكات التواصل الاجتماعي التي فتحت له المجال للتحاور مع الآخر من منحى آخر أو من بعد آخر. أعتقد بأن شبكات التواصل الاجتماعي أيضا سببت بعض الإشكالات التي نستطيع أن نقول أنها حصرت أيضا أحيانا بعض الشباب في يعني قضاء أوقاتهم بشكل كبير جدا في هذه المواقع، وقد تكون أيضا أثرت على سلبا على بعض الأمور الأخرى المتعلقة بطاقاتهم المختلفة. نحن نعرف بأن الشباب قطاع حيوي
في الكثير من الطاقات، فقد تحصرهم شبكات التواصل الاجتماعي في دائرة معينة حقيقة يعني لا يستطيعوا من خلالها توظيف طاقاتهم الأخرى إلا من خلال عملية التواصل فقط. وهذه المسألة أو هذه النقاط تحديداً تستدعي منا الانتباه كما تفضل الدكتور والأستاذ بدر أيضاً قبل قليل في أن نلتفت إلى هؤلاء الشباب، كيف نكون بالنسبة إليهم بيئة قريبة منهم نفسياً وفكرياً حتى نتعاطى مع واقعهم بإيجابية، وأيضاً نوجد شيئاً من الحميمية فيما بيننا وبينهم وبين بعضهم البعض حتى نكون أيضاً مؤثرين إيجاباً في حال ظهور بعض التأثيرات السلبية لهذه الشبكات على طاقاتهم وعلى شخصياتهم بشكل عام. بالنسبة إلى مستوى استخدام الشباب العماني لشبكات التواصل الاجتماعي، أيضاً لدي بعض الأرقام البسيطة التي تؤكد على أن الشباب العماني أيضاً ليسوا بمعزل عن الآخر، هم أيضاً حالهم حال الشباب في المجتمعات الأخرى، متأثرون جداً بما يحدث من مستجدات عالمية حولنا وخاصة التطورات التقنية، وهذا ما نلاحظه حتى لمن يكون حاضراً في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام سيجد أو سيلمس هذه النقطة تحديداً. مثلاً في الاستطلاع أجرته اللجنة الوطنية للشباب في سنة 2014 للميلاد لتحديد الوسيلة الإعلامية الأسرع مواكبة لتطور الأحداث من وجهة نظر الشباب العماني، تبين أن 75.1% من العينة التي أجري عليها الاستطلاع وبلغت 1289 شاباً وشابة أكدت على أن الإعلام الاجتماعي هو أكثر الوسائل سرعة في مواكبة تطور الأحداث. لاحظوا الفرق، تقريباً يعني ما يشكل الأغلبية أو 3/4 العينة التي أجري عليها الاستطلاع فضلت أو رأت بأن الإعلام الاجتماعي أكثر قدرة أو سرعة على مواكبة التطور الأحداث. في الاستطلاع نفسه أيضاً بلغت نسبة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي من العينة المستهدفة 86%، أكدوا على أنهم يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي، بينما 12% منهم ذكروا بأنهم لا يتابعونها، وبقيت النسبة 2% نسبة قليلة جداً لم تحدد أفضلية المتابعة تحديداً. فلاحظوا أيضاً نسبة كبيرة جداً هذه 86%، وأعتقد أيضاً على مستوى المؤسسات ينبغي أن تنتبه إلى هذه النقطة خاصة في حال إذا ما كانت لديها بعض الخطط والبرامج التي تستهدف هذه الفئة الحيوية وهذا القطاع المهم. ينبغي أن ننتبه إلى كيف نوجد أيضاً قنوات حوار وتواصل هادف ما بين هذه المؤسسات الرسمية وما بين هؤلاء الشباب، وكيف نحاول أيضاً أن نوجد أنفسنا معهم إلى حيث يوجدون. يعني أيضاً التعامل مع الشباب ما عاد كالسابق، نحن لا ننتظر دائماً بأن الشباب هم الذين يأتون إلينا، من المفترض أن نذهب نحن إلى الشباب. كيف يعني نشعر هؤلاء الشباب بأهمية ما هم مرتبطون به، بأهمية ما هم مهتمون به، ونوجد هذه الحلقات التواصلية الهادفة بيننا وبينهم. أعتقد أمور كثيرة حقيقة من الإشكالات ستحل فيما حال إذا اقتربنا اقترابا حقيقيا من هؤلاء الشباب حيث يوجدون. هناك استبانة أخرى طبقها أيضا أحد المختصين أحمد السيابي في سنة 2013 أشارت نتائجها إلى أن النسبة الأكبر الحاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم في الفئة العمرية من 25 سنة إلى 30 سنة، وهذه طبعاً تؤكد النقاط السابقة التي ذكرتها. من خلال أيضاً ملاحظتي فقط المتواضعة في أثناء وجودي في تويتر تحديداً وتفاعلي أيضاً مع الشباب، أعتقد بأن الشباب حاضر وبقوة أيضاً في مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة، والبعض ممن هو موجود ولديه حسابات هناك سواء الأفراد أو المؤسسات يلمح أيضاً هذه المسألة. على سبيل المثال الشباب أصبحوا يشاركون بفاعلية أكبر في النقاشات المجتمعية، هنالك الكثير من البثوث مثلاً تفتح في تويتر لمناقشة هذه القضايا المجتمعية، وسوم أذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر مستقبل عمان ناقشت بعض الرؤى المستقبلية من وجهة نظر هؤلاء الشباب، كيف يريدون أن تكون عمان في المستقبل بعد عدد من السنوات. إصلاح التعليم أيضا في مناقشة قضايا التعليم، أسبوع المرور الخليجي أيضا الذي مر منذ فترة بسيطة كانت بعض النقاشات هناك مطروحة في هذه المسألة، أيضاً أثيرت بعض القضايا كان آخرها أيضاً قضية علاوة المبتعثين في بريطانيا تحديداً وبعض المطالبات من الشباب في هذه المسألة. ف
فزعة عاجلة، هذا أعتقد أحد الوسوم التي تطالب أيضا أو تشجع الشباب على مسألة التبرع بالدم مثلا، وهذه طبعا أصبحت ولله الحمد يعني ثقافة سائدة في المجتمع. راقب صوتك أيضا، يحاول الشباب أن يبدوا آراءهم في مسألة الانتخابات، وكما تعرفون نحن مقبلون على مرحلة جديدة أيضا من الانتخابات في مجلس الشورى إن شاء الله. أحد المظاهر أيضا تصميم الأفلام المرئية لبعض القضايا المجتمعية، وتحديدا ما أقصده هنا القنوات اليوتيوبية. في اليوتيوب بدأت تظهر الكثير من البرامج اليوتيوبية التي خرجت من إبداعات الشباب أنفسهم، ووجهت لمناقشة الكثير من قضايا المجتمع، مثل فريق والله نستاهل. أعتقد بأن عدد كبير منكم يعرف هذا الفريق، وحقيقة أصبح يناقش الكثير من القضايا المجتمعية. فريق أيضا شبابي وهو فريق بروة يناقش أيضا مثل هذه القضايا، سواء كانت يعني متعلقة بالقطاع الشبابي أو المجتمع بشكل عام. وأحسب أن المؤسسات بإذن الله ستكون أكثر أيضا يعني تعزيزا في مسألة يعني التعاطي مع هذه القضايا التي يعرضها الشباب بأنفسهم من وجهة نظرهم هم، ويقتربون منهم. على الأقل نحاول أن نعود إلى بعض البرامج أو الحلقات التي أعدها هؤلاء الشباب، ونستفيد منها حتى على مستوى التخطيط المؤسساتي لدينا في المؤسسات الرسمية. وأيضا يعني لها ميزة حقيقة كبيرة جدا لمن أراد أيضا أن يأخذها من منحى آخر، أنها تقلل الوقت، تقلل الجهد، تقلل حتى هدر المال أحيانا في مسألة يعني التحاور مع المجتمع. هي أمور الآن أصبحت معدة وجاهزة ومنشورة، والكل يستطيع أن يتابعها. فلماذا نمنع أنفسنا من أن نستفيد من هذه الأفكار والرؤى المطروحة؟ على الأقل يعني تساعدنا في مسألة الارتقاء في الأداء، سواء كان على المستوى الفردي أو المؤسساتي. طرح المقترحات أيضاً والملاحظات عبر الحسابات المؤسسات المختلفة. هنالك بعض المؤسسات أيضاً حقيقة بدأت الآن تظهر بشكل فاعل، بينها أيضاً وزارة الشؤون الرياضية حتى أكون منصفة، في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المؤسسات أيضاً التي بدأت يعني تتفاعل مع الشباب بشكل مباشر. هذا ما نريده، وحتى وإن كنا حقيقة يعني هذه المسألة ما زالت لا تواكب طموحاتنا وطموحات الشباب، ينبغي أيضا أن نشتغل على هذه المسألة، كيف نقدم الأفضل دائما. أحيانا قد يطرح الشباب مجموعة من الملاحظات ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة نفسها، فلماذا لا نستمع إليهم؟ على الأقل نقرأ هذه الملاحظات، نحاول أن نوجد لها بعض المعالجات ونتعاطى معها أيضا بإيجابية. يعني ثقافة الحوار أيضا الإيجابي والتعاطي مع الآخر أعتقد من المفترض أن تكون حاضرة وبقوة في مجتمع العماني تحديدا، ويكفينا مثالا على ذلك الجولات السامية لصاحب الجلالة التي حقيقة منذ أن نشأنا ونحن نتابعها. هذه أيضا لها بعد إيجابي كبير جدا في غرس ثقافة الحوار مع الآخر، وكيف يذهب الشخص المسؤول إلى المجتمع بنفسه. أعتقد بأن هذه الوسوم تساعد حتى المسؤولين والقائمين على المؤسسات الرسمية في أن يعني يقتربوا من آراء المجتمع، بل أيضا يوجدوا قنوات إيجابية في تساعدهم على قضية التخطيط. التخطيط المفترض أيضا أن ينطلق من واقع احتياجات المجتمع، نتعاطى معه بشيء من يعني الترجمة العملية. فهذه فقط نماذج بسيطة جدا، يعني هنالك مظاهر كثيرة جدا طبعا لتفاعل الشباب مع القضايا المجتمعية في مواقع التواصل الاجتماعي. لا أريد أن أطيل على اعتبار أننا محصورون في وقت محدد. طبعا السؤال أخرج به من هذه المسألة، ما دامت لدينا هذه الثروة الفكرية الهائلة لدى الشباب والحاضرة أساسا وبالمجان أيضا يعني ومتاحة بكل حرية في مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا نكون حاضرين معهم ونستثمرهم، نعتبرهم ثروة فكرية تساعدنا حقيقة على أن نرتقي بأداء أنفسنا إلى الأمام، ما دامت المصلحة العامة هي الهدف في النهاية وهي الغاية الكبرى. يعني أعتقد بأن عمان تستحق منا أن نفعل كل ما نؤتي أو أوتينا به من طاقة من أجل أن نحقق الأهداف المرجوة لدينا. فهذه الوسائل متاحة الآن، وأعتقد بأننا يعني ينبغي أن نتفاعل معها بشكل عملي. بعض المقترحات هذه البسيطة التي قد يكون يعني راغبة في أن أقدمها للمؤسسات بشكل عام، وأيضا الوزارة قد تستفيد منها في قادم الوقت بإذن الله، وهي ذكرت أيضا في الأوراق السابقة، تتمثل في ضرورة الاقتراب المؤسساتي من الشباب من خلال الحرص على الحضور الفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي.
قد تكون هذه الشبكات طبعا يعني وبوجود الحسابات الرسمية للمؤسسات وسيلة للترويج أيضا لجهود المؤسسة نفسها، وفي الوقت نفسه أيضا توجد كما قلت حوارا مباشرا مع الشباب للاستفادة منهم، الاستفادة أيضا من الطاقات الشبابية المتمكنة في عملية التصميم الفني هذه للعروض المرئية للصور أو حتى لمن لديهم يعني خبرات احترافية في المجال التقني، كيف نستفيد منهم أيضا في معالجة القضايا المتعلقة بالمؤسسة نفسها أو طرح بعض القضايا المجتمعية ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة، نستفيد من هؤلاء الشباب. أيضا المؤسسة قد تكون أيضا قادرة على إنشاء قناة يوتيوب خاصة بها وتكون أكثر قربا من هؤلاء الشباب ومن المجتمع، وتحاول أن كما قلت تعالج بعض القضايا ذات العلاقة باختصاصاتها من خلال التفاعل المباشر مع المجتمع. أيضا نحتاج إلى أن نوجد قنوات حوار من خلال شبكات التواصل ما بين المؤسسات وبين الشباب، ليس بالضرورة أن يكون حساب المؤسسة الرسمي حاضرا فقط للترويج عن الجهود، المؤسسة قد تبادر مثلا وتطرح قضايا بعينها ذات علاقة بالمؤسسة أو لديها إشكالات معينة في داخل العمل، مثلا الآن قد تكون لدى وزارة الشؤون الرياضية إشكالات مثلا متعلقة ببعض القضايا ذات العلاقة بالرياضة بالأندية الرياضية وما إلى ذلك، تبادر المؤسسة بطرح هذه القضية عن طريق وسم معين مثلا في تويتر وتستشف آراء المجتمع من خلاله وآراء الشباب، وبالتالي هذا طبعا كما قلت سيقلل علينا الكثير من الجهد والوقت. أيضا قضية التخطيط أنا تحدثت عنها سابقا لا أريد أن أكررها. أختم كلامي برسالة مباشرة أوجهها لنفسي أولا وللحضور وللمجتمع ككل، علينا دائما أن نتذكر بأن الشباب ليسوا مجرد مواهب تنتظر احتضانها بمجموعة من الأنشطة المؤقتة، هم ثروة فكرية لا تقدر بثمن وركيزة أساس أيضا للتنمية الوطنية، فلنتعاطى معهم بما يواكب واقعهم وطموحاتهم ورؤاهم وتطلعاتهم لأنهم يستحقون ذلك، وعمان تستحق الأفضل وعمان أيضا لن تتقدم إلا بشبابها، وأعتقد بأن شبابها قادرون على أن يحققوا لها مستقبلا أكثر إشراقا بإذن الله تعالى بفضل تعاونكم جميعا إن شاء الله، فما خسر الزمان بكم رهان وأنتم في تلاحمكم رهان، إذا ما قيل من أنتم فقولوا هنا الحب العظيم هنا عمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام. شكرا للدكتورة ريا، كان لو طولت في الشعر شوية راح تكون لدينا أيضا أمسية شعرية. عموما يتضح لنا من خلال الورقتين السابقتين بأننا أمام محورين، المحور الأول هو المحور التنظيري والمحور الأكاديمي البحثي، وهذا نحتاج إليه جميعا، لكننا نحتاج إلى قوة في الداخل هي قوة داعمة هي قوة منفذة. كل هذه الأطروحات عندما تكون على أرض الواقع نستطيع أن نقول بأننا اجتمعنا وقررنا وانطلقنا وحققنا أيضا. لن أمنح الفرصة الآن لسؤال بالنسبة للدكتورة ريا، كان محاولة السابقة لمنح الفرصة بهدف، الهدف هو أن نكسر الحالة النمطية السائدة، علينا أن نكسر الحالة النمطية السائدة حتى نخرج إلى شيء جديد، إلى تحقيق شيء جديد، وبالتالي نستطيع نحن نقول بأننا حققنا هدفاً. التجربة حية مع الأخت علياء الجردانية، دعونا نقف عليها وبعد كده نتكلم. تفضل يا أخت علياء. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. بداية عندي مداخلة بخصوص ما تم مناقشته سابقاً، أظن ما ينقصنا هو غياب مفهوم التربية الإعلامية، أي أنه في السلطنة لا يوجد منهج يختص بالتربية الإعلامية في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، كيف نتلقى وسائل الإعلام طبعاً، وكيف نحللها وننتقدها وطبعاً نفسرها. يعني ممكن أن السبب يعود إلى لدينا محو أمية إعلامية، افتقارنا في الثقافة الإعلامية، هذا طبعاً مداخلة بسيطة مني.
الآن أبدأ الإعلام الشبابي والإعلام الجديد. طبعاً أنا كتبت إعلام جديد وليس بديل، لأن لا يوجد إعلام بديل من وجهة نظري، وإنما هنالك إعلام جديد. من أيها؟ أوكي. بداية أعرف الإعلام الشبابي. طبعاً إحنا نعرف الإعلام الشبابي هو كل ما يشمل الملاحق الشبابية، سواء كانت البرامج مرئية مسموعة أو مطبوعة، تسلط الضوء على قضايا الشباب. أيضاً له دور في التأثير على صناعة القرار طبعاً الخاص بالشباب. كذلك هو يتبنى أفكار ذهنية طبعاً قريبة تكون من واقع الشباب، ومنها البرامج التلفزيونية وصفحات الشباب بالصحف التي تعنى باهتماماتهم وتنمية أفكارهم. ننتقل الآن إلى الإعلام الجديد. الإعلام الجديد هو إعلام تفاعلي بين المرسل والجمهور المتلقي، هو إعلام رقمي، إعلام تفاعلي، إعلام المعلومات، إعلام الوسائط المتعددة، فكما نعلم أبرز الأمثلة عليها فيسبوك، تويتر، إنستغرام وما إلى آخره. طبعاً من مميزات الإعلام الجديد أن يجذب الشباب أكثر من الإعلام التقليدي. هنا يعتمد على المحتوى الذي ينشره الإعلام التقليدي. نحن نعرف الإعلام التقليدي أغلب صور ودح كلام يعني. بعكس الإعلام، طبعاً أنا لا أستهين بالإعلام التقليدي، لكن أتكلم كشاب أنا إيش الشيء اللي ممكن يجذبني. طبعاً في الإعلام الجديد في صورة، في شيء تفاعلي يعني، في صور، في فيديوهات، في صوت. إذن هذا أنا يشدني أكثر من الإعلام التقليدي. إحصائيات عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، طبعاً هذا المصدر من هيئة تقنية المعلومات، يقول أن 50% من مستخدمين طبعاً الفيسبوك في السلطنة، وأيضاً 62% من مستخدمي اليوتيوب. إحصائية أخرى من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقول أن أكثر الخمس أنشطة يتم ممارستها في السلطنة، أولاً المشي، كرة القدم، الجري، وتمرينات عامة والسباحة. أيضاً نسبة من يمارسون الأنشطة الرياضية 89 من الذكور و 79 من الإناث. طبعاً نستنتج أن وجود جيل من الشباب مواكب لعصره من خلال تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ارتفاع عدد طبعاً الشباب الممارسي للأنشطة الرياضية. طبعاً هنا السؤال، كيف نستقطب هؤلاء الشباب نحو هذه الأندية؟ أولاً نتطرق إلى دور الأندية الرياضية. طبعاً دورها تنمي الوعي الاجتماعي لدى الشباب، سواء في كافة المجالات، منها الصحي، البدني، الثقافي، والسياسي، والاقتصادي، والبيئي. لكن إذا جئنا لواقع الأندية الرياضية في السلطنة، طبعاً أنا دخلت موقع وزارة الشؤون الرياضية، إذا ما الكل، الأغلب ما في بريد إلكتروني للنادي الرياضي، عاد افتقار أيضاً للموقع الإلكتروني. هناك أسباب ربما تعود لذلك، منها ضعف الميزانية المخصصة، مما يجعل النادي غير قادر على إنشاء موقع إلكتروني خاص به. أيضاً ضعف في التوعية والتثقيف الإعلامي لبرامج وخطط الأندية الرياضية، وربما هنالك فجوة رقمية بين الأجيال والاستهانة بالإعلام الجديد، بحيث أن في جيلين ممكن جيل ما متقبل الإعلام الجديد، فهذا نفس الشيء ربما يعود للأسباب. طبعاً تجربة برنامج شبابي، قمنا بإدارة مواقع التواصل الاجتماعي في السنة الماضية، طبعاً هو برنامج شبابي، تفاعل اللي حصلنا طبعاً تفاعل ملحوظ بين ملحوظ من الرجال أكثر من النساء، بحيث أننا نرى أن 83% من الشباب معجبون بصفحتنا عبر الفيسبوك، والنساء 17%. ما حصلنا بداية، ما في تفاعل بيننا وبين الشباب. إيش سوينا؟ قمنا بعمل مسابقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أنه بدأ في شوية تفاعل بين طبعاً الشباب والجمهور المتلقي بالأخص. من هذه طبعاً المسابقات، طبعاً كل حساب خصصنا له مسابقة مختلفة. أولاً في تويتر سوينا مسابقة أفضل متابع، في الإنستغرام أفضل صورة صحفية ملتقطة اللي هو من الأحداث والفعاليات التي تتم في داخل النادي. أيضاً في الفيسبوك قمنا بعمل مسابقة أنشط نادي رياضي،
نستنتج طبعاً إقبال وتفاعل الشباب أكثر من خلال المحتوى. إذن المحتوى له دور كبير طبعاً، اللي هو من خلال ما ينشر ويبث عبر قنوات التواصل الاجتماعي وكل ما هو محفز من مسابقات وتوعيات. هذا سيجعل الشباب ينتسب للنادي الذي يتبع لولايته. طبعاً جاتنا كثير من التساؤلات، كيف ممكن نحن ننتسب للأندية الرياضية؟ إذا نحن كيف نستقطب الشباب للأندية الرياضية؟ أولاً لابد لكل نادي أن يكون له، إذا ما كان عنده موقع، على الأقل يكون عنده مواقع تواصل اجتماعي، بث مواد تفاعلية للجمهور، بحيث أنه يعني يكون في صورة، يكون في صوت، يكون في فيديوهات. أيضاً عمل مسابقات تحفيزية للشباب، نحن كيف نجذب الشباب إلا عن طريق التشجيعهم، أعطاهم شيء مادي وكذا. أيضاً التواصل والتعاون مع الإعلام الشبابي من خلال برامج الشباب والصفحات المخصصة للشباب والبرامج التطوعية على اليوتيوب، على سبيل المثال والله نستاهل، طبعاً هذا فريق وكما سبق ذكره. أيضاً التوعية بأهمية النادي في حياتهم اليومية، وكذلك تكاتف الجهود طبعاً بين المؤسسات، ويجب أن يكون هناك إعلام تفاعلي بحيث أن أنشر مادة لازم أتفاعل مع الجمهور المتلقي، يعني ما فقط أنشر بدون ما يكون في فيدباك. أيضاً التسويق من خلال تكثيف الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لابد أن تكون هناك حملات. إذا كلفتكم الأمر أن ما تقدروا يعني تنزلوا للأرض الواقع، ممكن نحن نستغلها في مواقع التواصل الاجتماعي. أيضاً دعم الأندية الرياضية لتحقيق مبتغاها، أيضاً كذلك زيادة البرامج التي تساهم في تشجيع الشباب للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الشبابية. وأيضاً في نقطة مهمة، الإعلاميون لهم دور في ذلك، بحيث أننا نحن نعرف أن الإعلامي شخصية مؤثرة في المجتمع، إذن لابد أن نستغله على أساس أن نحن نجذب الشباب للأنشطة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لأخت علياء، الكهرباء صارت. شكراً جزيلاً لها، يعني نقاط محددة وواضحة ونتاج أيضاً تجربة ممارسة مع المواقع الإلكترونية والصفحات الإلكترونية. وأعجبتني كلمة إعلام جديد وليس بديل، ترى بديل يعني حل محل، لكن جديد تطور. فشكراً لك على انتصارك للإعلام يعني على الأقل. أستاذ نعيم تأشر، عندك سؤال؟ مع طيب الوقت فعلا داهمنا وما عاد عندنا وقت طويل، لكن مع ذلك طبعا نسعد بأسئلتكم المختصرة جدا لو تكرمتوا. أبدأ من وين؟ تفضل أخي الكريم هناك، تفضل. وين ناقل الصوت؟ انتهى وقتك، شكرا. ما وصلك ال هناك آخر. تفضل. السلام عليكم. معلش بعدين. تفضل. الحقيقة شكرا على الإخوة اللي أعطوا محاضرة عن تقدم وسائل الإعلام، ولكن نحن كذلك محتاجين إلى توعية هؤلاء الشباب كيف ومتى يستخدموا هذه الوسائل، لأنه نرى كثيرين من الشباب وهم جالسين مع الناس مشغولين بهذه التواصل اللي يسموه التواصل الاجتماعي. نعم. بسوق سيارة كثير من الحوادث سببها هذه الشبكات اللي هم بيستخدموها. وظيفة أي جهة هذه؟ إذن الشباب وزارة شؤون الرياضية بقيادتهم مع الأندية، ووزارة التربية في المدارس مفروض يكون في توعية لهؤلاء الشباب متى يستخدموا هذه الشبكات. جميل جميل، أنا أشكرك على المداخلة. يعني دور الأندية فعلا. تفضل أخ الكريم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر وزارة الشؤون الرياضية على هذا المؤتمر. في سؤال للدكتور أنور الرواس، كان يتحدث عن أن اتركوا الأطفال مع
شبكات التواصل الاجتماعي وكذا، احنا لو ننظر الى النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس سعيد المعظم حفظه الله ورعاه عندما قال يجب على الأندية والمجتمع والمنزل والمدرسة والكلية والجامعة أن تساهم في تربية النشأ أو الشاب العماني، لكن تحدث أيضا في نصيحة قالها للشباب العماني: ليس كل ما نسمعه أو نقرأه نردده كالبغبغاء. فهذه أنا رسالة وجهها، لست أهلا للانتقاد للدكتور أنور، ولكن لربما هي مشاكسة بسيطة فقط. لو ننظر أيضا للهرم السكاني، إن الأشخاص أو العمر في المجتمع من عمر 14 سنة، لو ننظر إلى الهرم السكاني نجد أن هذه الفئة هي فئة المستهلكين. إذا الفئة المستهلكة ليست الفئة المنتجة التي تساهم في البناء، كيف نستطيع نحن الشباب أو كيف يستطيع المجتمع أن يزج بهذه الفئة ليجعلها فئة منتجة في المجتمع؟ كلام سليم، شكرا جزيلا لك. دكتور أنور تفضل. شكرا جزيلا. يعني أنا بخالفك الرأي، إعلام بديل حتى لو كان لديك ما تكون، لأنه يوفر هو المضمون وليس الوسيلة، هو الوسيلة. خلي بكلمك بعدين، هي الوسيلة الآن، هو كل ما هو متاح، المضمون هو الذي يشكل بناء المعرفة لدى الإنسان. الوسيلة موجودة ومتاحة، سموها ما شئتم، إعلام جديد، إعلام whatsoever، لكن نحن نتكلم عن المضمون الذي يعيد تشكيل وتأهيل الأفكار التي كان يحملها الإنسان في السابق. يا سيدي العزيز، أنت تتحدث عن مفهوم بشكل عام فيما يتعلق بعملية التوعية وعملية أن الكل عليه مسؤولية أن يساهم في عملية التربية، ولا نختلف في ذلك. أنا أعتقد كل المؤسسات بتقوم بهذا الدور، ولكن ما هو أعمق من ذلك، فنعتقد أنه هذا الجيل يحب أن يكون حرا فيما يتلقاه فيما يتعاطى معه، إلا إذا كانت الدولة من خلال مؤسساتها أن تفرض الرقابة على المضمون فهذا أمر آخر. يعني هل تريد الدولة يعني أن تعيد أن ترجع يعني أن تشكل دولة بوليسية للمراقبة هذا الأمر؟ ليس تشكيل دولة بوليسية، لكن نحن الآن لو ننظر وقف عشان أشوفك، خليك من الدكتور. أريد أشوف. نحن الآن لو ننظر دكتور إلى مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، وننظر إلى المجتمع، لو وجدنا الثقافة الأوروبية والثقافة الأجنبية طغت على ثقافتنا. أين ثقافة اللغة العربية؟ أين الثقافة الإسلامية اللي لابد أن نعتز بها؟ يعني ثقافة مواقع التواصل الاجتماعي دائما نجد فيها الثقافة الأوروبية طاغية أكثر عن ثقافة الثقافة العربية والثقافة الإسلامية. شكراً أنا فهمتك، بس خلونا نمشي على الأرض ونكون واقعيين. أنت قلت كلمة جميلة أنه المستهلكين، يعني وعلينا أن نعترف بذلك. أنتم لن تعيشوا في مدينة فاضلة، ولستم من كوكب آخر، أنتم جزء من المنظومة العالمية اللي متاحة وتوفر لك كل البيانات والمعطيات. إذا كنت أنت كمجتمع غير مؤهل أن تتعامل مع هذا، فعلنها من خلال أي وسيلة أخرى، وقول احنا أغلقوا بلادنا عن الآخرين. أنتم تتفاعلون وتتعاطون مع العالم كله، وبالتالي هناك من يستطيع أن يتفاعل في إطاره السليم ويفهم هذه اللغة، وألا يكررها مثل ما قال جلالة السلطان، وألا أنه يعيد إرسالها. هذه مسألة واقعية لدى المجتمع، ثقافة المجتمع قد يكون أشياء كثيرة موجودة، لا توجد لدينا ثقافة سياسية، لا توجد لدينا ثقافة بالمفهوم أن كيف نتعاطى مع المعطى الجديد هذا من المعلومات، وبالتالي علينا أن نكون حريصين فيما نحب أن نكون نحن. طيب دكتور، ليش نتكلم؟ اسمح لي بدل. قبل أن نترك الحبل على المركب كما يقال، أنا ما أريد أتجادل معك يا أخي، أنا ما أريد أتجادل، لأنك أنت لك وجهة نظرك واحترم هذه وجهة النظر، وكل واحد له طريقة معينة وله أسلوب معين يتفاعل مع هذا الأمر. إحنا لا نتجادل، إحنا نتجادل، ولكن نحن نطرح رؤى وعلينا أن نتفاعل معها. قبلناها خير وبركة، ما قبلناها إذن هي مسألة قاعدة حوارية نستشف منها أنه نحن كيف ندخل هذه الثقافة الحوارية إلى مجتمعاتنا، هذا هو الأساس. طيب دكتور، شكرا جزيلا لك. أستاذ نعيم تفضل. أستاذ نعيم،
لكن لا استاذ نعيم لا تدخل في مسألة الجديد والبديل رجاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مفاهيم. بعد إذنك استاذ بدر. من عفوا ما شو الميكروفون في يدير عنوة. لا ما من وقت سامع لي. حسن الفزاري مشرف رياضة مدرسية. تأكيد على مقبعة لو تكرمت. التأكيد على كلام الدكتور أنور والدكتورة والأستاذة اللي هو قبول الواقع الجديد للإعلام وعدم رفضه بل التعامل معه كواقع. العامل بس المهم اللي أنا أتكلم فيه الآن يعني في مداخلتي اللي هو الوقت. الوقت اللي يستهلك في هذه المواقع عامل مهم وربما يعني يأتي بنتائج سلبية كبيرة تربويا واجتماعيا بل واقتصاديا على المجتمع. استهلاك الوقت الكبير جدا من أوقات أبنائنا في هذه المواقع وجذبها لهم مؤثر كبير جدا. أنا الآن نتكلم في مؤتمر عمان الرياضي نتكلم عن دور الرياضة في هذا الجانب. هذا ما نريده بالفعل. أيوة وأتكلم عموما في الشراكة مع وزارة التربية وأستبعد دور الأندية حقيقة لأن دور الأندية الآن متجه اتجاه كبير إلى المحترفين واستهلاك ميزانيات كبيرة جدا جدا في أنشطة بسيطة ومحدودة واستهلاك ميزانيات كبيرة جدا. ففي فكرة جديدة الآن مطروحة وأتمنى أنها ترى النور وأتمنى أيضا شراكة وزارة الشؤون الرياضية فيها وكذلك حتى المجالس البلدية في المحافظات اللي هي المدرسة المسائية. المدرسة المسائية استغلال يعني وقت إمكانيات المدارس وتأهيلها لشغل أوقات فراغ الشباب في نشاط رياضي بقيادة تربوية فاعلة. فليكن النادي موجود في هذه المدرسة المسائية وله دور كبير فيها. أيوة. بعيدا عن التنافس بعيدا عن الرياضة التنافسية استغلال أوقات الشباب فيما ينفعهم في واستغلال أيضا المباني المدرسية الموجودة. في فكرة موجودة الآن. طيب. مطروحة وأتمنى أن وزارة الشؤون الرياضية أيضا يعني شراكة مع وزارة التربية يعني نقول تقليل سلبيات. طيب. سلبيات الوقت اللي سهل. أشكرك في شيء عمل جالس يتبلور الآن في هذا الحوار وهو المدرسة المسائية. فكرتها رائعة جدا يعني تحتاج إلى مزيد من الدراسة وبالتالي التطبيق. الأخوان والأخوات حد من الأخوات تفضل أخي الكريم. معلش بجيلك إن شاء الله. واحد أنا سؤالي ما له علاقة بالنادي بس ملاحظة بسيطة على محاضرة الدكتور أنوار. التفكير العلمي دكتور يدعونا للشك بكل شيء وأعتقد أن كذلك. أستغرب قليلا أنك خرجت قليلا عن موضوعيتك التي أعرفها ويبدو أنك وقعت تحت إغراء هذه وسائل الإعلام الجديدة أو العادية لن نسميها البديلة. يبدو أنك وقعت تحت إغراءها وبالغت في ترويجها لنا. أنا لا أرفضها ولكن أحذر من مبتغاها وأساسها وأهدافها. شكرا أستاذ نعيم. هناك حد من الأخوة تفضل. شكرا أستاذ. أولا أوجه شكري للدكتور أنور للدكتور ريا. الاثنين كانوا حوارهم في نفس الإطار. تكلمنا عن التكنولوجيا الحديثة. نحن أبدا لن نتأخر عن الركب وسنكون من ضمن من أنتم الأندية؟ أنا قاسم المجيني نائب رئيس نادي السويق. جميل. حاضر يا أستاذ. لن نختلف معكم في مبدأ التكنولوجيا الحديثة أبدا ولكن يجب علينا أيضا أن نوضع نقاط مهمة جدا لكيفية استخدام هذه التكنولوجيا. الأعداد أو الإحصائيات التي طرحتموها أعداد ليست مصدر يعني ليست صادمة حقيقة. هذا واقع. لكن يجب علينا أيضا نحن أن نوجه أو علينا التوجيه لهذه الفئة الكبيرة في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا. ما الذي يمنعكم أخي قاسم من توجيه هذه الفئة؟ أنا رسالتي الآن لوزارة الشؤون الرياضية. أنا في مجتمع يبلغ عدد سكانه 120,000 نسمة
يعني فيما إحصائيته 90 أو 80% من المستخدمين هذه التكنولوجيا الحديثة. أنا في مجتمع إذا أردت أنني أوضع برنامج صحيح لهذه الفئات لابد أنني أفعل المسرح الموجود عندي في هذا النادي. تفعيل المسرح يعني يحتاج مني تكاليف، فأرجو من وزارة الشؤون الرياضية والمختصين أيضاً، يعني لا أوجه فقط مناجدتي للشؤون الرياضية، أيضاً المختصين من الشركات ومسؤولين في هذا البلد. عندنا مشاكل كثيرة تراها في 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 الولايات، يجب أن نتطرق لها. مشاكل كثيرة في مسائل التدخين، الآن صغار السن تجدهم دائماً في هذه المقاهي. يجب علينا نحن في هذه الأندية أن نعمل برنامج تصحيح للمسار. أخي قاسم، يعني الآن الوسائل البديلة أو الجديدة كما اختلفنا أو اتفقنا عليها مطروحة وموجودة، ووسائلها سهلة جدا، لا تحتاج ربما حتى لعون وزارة الشؤون الرياضية إلا بأجهزة وغيرها أشياء. هذا اللي نحتاجه الآن كأجهزة وتجهيز المسرح وبعض المقومات لهذه الأندية. نتمنى يعني من الوزارة أو من كل شخص مسؤول في هذه السلطنة الآن أن يساعدنا. كم في جهاز عندكم في النادي؟ أحسن لا أعلق، أحسن لا أعلق. لا أعلنها. لا توجد أجهزة يعني، لأن الأندية مثل ما تفضلوا الأخوان، أغلب الأندية في مسار الرياضة. نحن الآن في مسائل الاتحادات الأخرى، كل ما جينا نعرج مثلا في اشتراكنا لأي اتحاد آخر، الاتحادات أيضا تعاني. إذا الاتحادات هي أيضا عندها معاناة، طيب فما بالك بالأندية. نتركنا في الشق المعني بالشباب. نتمنى فقط مساعدتنا بكل ما 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 يعني ما يقدر عليه هذا الإخوان. طيب. في الوزارة. شكرا أخي قاسم، جزاك الله خير. هناك مداخلة بس وننهي أعتقد لأن الوقت. تفضل. شكرا أخي. بشكل سريع ومختصر. أنا فقط راح أعقب على كلمة النائب الرئيس اللي يبحث عن الدعم أو توفير الأدوات. نائب رئيس الصويق، طبعاً راح أنهي حواري من وين ما أنت بديت أخي بدر، بين أهم المعوقات اللي تواجه الأندية أو الشباب في عدم استثمارهم في الجانب الإعلامي في الأندية هم رؤساء الأندية ونفسهم. ومثالي البسيط هو عندما وجه الاتحاد العماني مبالغ شهرية أو رواتب شهرية للمنسقين الإعلاميين مبلغ وقدره تقريبا 500 ريال، هذه الأندية رفضت في أن تستثمر هذا المبلغ في جوانب أخرى. هذا بالمختصر وشكرا. شكرا جزيلا لك. يتضح لدينا بأن هناك شيء من الإشكاليات. معلش تفضل، بس مداخلة أيضا تكون سريعة لو تكرمت. تفضل أستاذ. رد بتقوم تردوا على بس رد على الأخ، يعني بما يخص أنه يحمل رؤساء الأندية عدم تفعيل الجوانب بما يخص الدعم من قبل الاتحاد في عملية المنسقين الإعلاميين. أعتقد هذا الجانب موجود في دوري المحترفين ومفعل، والدليل على هذا أنه ما تقام المباراة إلا بوجود المنسق الإعلامي والمنسق عامل المباراة. يعني ليس كل الأندية موجودين على رأس عملهم، والدليل على هذا أنه ما تقام المباراة إلا بوجود المنسق الإعلامي والمنسق عامل المباراة، وهذا دليل أنه الأندية متعاقدة مع هذول الأشخاص. طيب. بدون رواتب يقول لك يعني هي. لا الكلام هذا مردود عليه، رواتبهم، وإذا يريد يجي يكشوفات حساباتنا يتفضل. طيب دكتور أنور نختتم عندك. أنا ممكن نختم الموضوع لأنه صار موضوع جدلي. باختصار دكتور لو سمحت. ريا بتقول شيء. أنا يعني أريد أقول شيء في إطار المهنية نفسها. لو سمحتوا إذا كنا نحن الآن في عام 2015 ولازلنا نحاول أن نبحث عن رؤية جديدة، أعتقد أنه نحن في مؤخرة الركب، وبالتالي الأرقام هذه اللي تتحدث عن أكثر من مليار اللي يستخدم الفيسبوك واليوتيوب، وبالتالي فهي خطر علينا. أعتقد أنه الخطر أن نحن نتخلص اولا من تراكمات تقليديه بحته، ان نؤسس لقاعده شبابيه تتفاعل مع بعضها البعض. اذا كنا فعلا نخاف من ان نحن
ما أن تتغير هذه الأيديولوجيات بأفكار أخرى متطرفة لا سمح الله. أنا أعتقد أن الكل واحد مسؤول، كلكم مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته في بيته وفي إطاره وفي الأندية أيضا وفي حتى المدارس وما شابه ذلك. هي مسألة تكاملية، لن تستطيع لا وزارة واحدة أن تتحمل هذه المسؤولية، إن كانت وزارة الشؤون الرياضية ولا وزارة الإعلام ولا الهيئة الإذاعة والتلفزيون ولا وزارة التربية والتعليم ولا حتى منابر المساجد. هي مسألة كلها متداخلة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال في عام 2015 القبول بفكرة الحد من الإعلام الجديد أو البديل وما يحتويه من معلومات، لأن الكل أصبح الكل شيء أصبح متاح، وكل يذهب بطريق تربيته وتفكيره وحتى لك. أيضا في عملية التواصل لك. مع العالم الخارجي لا يمكن الرجوع إلى الخلف. شكرا دكتور أحسن، شكرا. أنا بيطول الحديث حول هذا الموضوع، المهم بينا جانبين الآن، الجانب النظري الإعلامي البحثي والجانب التطبيقي العملي من خلال ورقة الأخت علياء ومن خلال مداخلاتكم ولو كانت بسيطة، لكن تبين أن هناك إشكالات قد تبدو هذه الإشكالات بسيطة لكن لماذا لا تحل؟ على هذا السؤال لماذا لا تحل ومتى ستحل؟ أترك هذه الطاولة لأشكر ضيوفي في هذا المؤتمر، الدكتور أنور الرواس والدكتورة أيضا ريا المنذرية والأخت علياء الجردانية، أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.